وأن يجعله لهم ذخرا وفخرا عند الله تبارك وتعالى، وأن يلحقنا وإياه وإياهم بالصالحين. وإننا معاشر المسلمين والمسلمات إذ نفقد ما شاء الله تعالى من المؤمنين والمؤمنات لحري بنا أن نجعل من هذه اللحظات لحظات موعظة وتذكرة وأوبة وتوبة إلى الله تبارك وتعالى. والتوبة هي وظيفة العمر التي لا ينبغي أن يخلو الإنسان منها في أي لحظة من لحظات أنفاسه، وكلما كان من التوابين أكثر فأكثر كلما حظي من المحبة من الله تبارك وتعالى أبرك وأظهر. ولما كان صلاح المؤمن وصلاح الإنسان مرتبطا بصلاح قلبه، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. كان واجبا على المؤمن أن يتعهد هذا القلب بما يصلحه ويزكيه ويطهره ويجعله إن كان ملكا على جوارحه وأفعاله وأقواله أن يكون ملك خير وصلاح وهدى. ولما كان الإنسان محتاجا في إصلاح قلبه وإحيائه إلى أسباب مكتسبة وأخرى غير مكتسبة تفاديا لما قد يأتيه من الغفلة، جاءت ما يسمى بقوارع الدهر، ومنها الموت الذي هو مصيبة من المصائب. وكأن الله تبارك وتعالى يقول لك: يا عبد الله، يا أمة الله، إن نسيت أن تتعهد قلبك بما يصلحه من الذكر والقرآن والعمل الطيب والنيات الحسنة، فها أنا أذكرك بقوارع الدهر التي تأتيك جبرا فلا تستطيع عنها انفكاك، ومنها دواء الموت الذي كان بعض السلف وإن كان فيه من معنى المصيبة ما فيه، فأيضا فيه من معنى الرحمات ما الله به عليم، ومنها ما يخلفه من التذكرة في الأحياء وما يخلفه فيهم من واجب إصلاح القلوب وتعاهدها. فكيف لإنسان يرى الموت ليل نهار بالجملة وبالتفصيل وبالتقصير، ويراه في الأباعد وفي الأقارب، ثم قلبه لا يرعوي ولا ينتهي ولا ينصلح ولا يفكر في أقل واجبات ما ينبغي أن يصلح به قلبه، ألا وهو التوبة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا مثل هذه اللحظات أيها الإخوة الأكارم، رغم قساوتها وشدتها على النفس، فإن المؤمن ينبغي أن يغتنمها لكي تكون له محطة دواء وعلاج لإصلاح قلبه ونفسه ومعالجته من الأضرار التي تغلب عليه وتغطيه وتسوده عياذا بالله تبارك وتعالى. والموت من أعظم هذه الأدوية، والمرء أحياناً قد ينسى بأنه ليس الموت متجسداً في حالة واحدة وهي دفن من شاء الله تبارك وتعالى ممن نفارق، بل هو أنواع تأتي منك أنت وفيك أيها الإنسان نفسك. أنتم تعلمون أن الله تبارك وتعالى جعل لنا أعماراً وجعل لنا أيضاً أمواتاً قبل الموتة الكبرى، وكل ذلك لكي تتعهد قلبك بالإصلاح والتذكرة وتبعثه من سبات الغفلة. فهناك الموت الأول وتعيشه كل يوم، وهو كل لحظة تفقدها من عمرك. الثانية موت إن مرت، والدقيقة موت إن مرت، والساعة موت إن مرت، واليوم موت إن مر، والأسبوع موت إن مر، والشهر والعام وهكذا دواليك. إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم فقد ذهب بعضك. ما معنى ذهب؟ مات. وما معنى مات؟ قد حلت بك مصيبة الموت التي لا تستحضرها إلا إذا ذهبت إلى القبر وحملت النعش وتنسى أن هذا نوع من أنواع الموت. فإن كنت ذكيا لبيبا تريد إصلاح قلبك، فإن مر يوم فزر
يومك اذهب به إلى إحدى المقابر واحمله في تصور نفسك في نعش رأسك لعلك تصلح قلبك. أنواع الموت: موت الأعضاء يسميه العلماء العمر الجزئي. كثير منا يعيش لحظات الشباب ولا يكاد يب منه شأنه سيخلد في الدنيا، وهو يجد أنه يوما ما جرح ويوما ما أصيب في يد أو رجل تنقل بالدرجة تفدع هرس مرض. تلك الأمراض وتلك الحالات من العجز التي تأتي أعضاءك إما مؤقتا أو دائما هو نوع من أنواع الموت. أنت كنت ترى يعني أحد من الصقر بعينيك وفجأة درتي نضرات والله الله أعلم أش درتي، ها؟ ذلك الضعف الذي يختل الذي يعتري بصرك هو نوع موت لعضو من أعضائك، مقدمة من مقدمات الموت الكبرى. وكأن عينيك قد جعل الله لها عمرا في 20 سنة ثم انتهت 20، وإن كان أنت ما زال في عمرك الكلي 60 سنة. فحينما تشعر بأن أعضاءك تتقلص اعلم أن هذا نوع من أنواع الموت. فهل شيعته للمقابر؟ هل حملت جنازته على الرؤوس؟ هل سمعت فيه كلمات عزاء تجعل لقلبك دواء؟ أم ما زلت في غفلتك؟ ثم يذكرك الله تبارك وتعالى بنوع ثالث من أنواع الموت، وهو موت الأقرباء والأحباء. وجاءكم النذير. فالشيء الذي يمس قريبك ما هو منك ببعيد، فكيف لا تتذكر به؟ ثم تأتي الموتة الرابعة قبل الأخيرة، وهي موتة النوم التي تعيشها في كل لحظة ولا تدري. ما كلنا يسلم الروح إلى بارئها كما قال جل ذكره: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ثم ويرسل الأخرى إلى أجل موت. فأنت عشت لحظات موت، أفلا تتذكرها؟ إذن أيها الأحباب الكرام، قبل أن يأتي أجلك وتقوم قيامتك التي هي إذ تكون أنت المحمول فوق النعش، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، تعيش كل يوم 4 موتات وأربعة أنواع من الموت. فهل أحيت في قلبك شيئا؟ أم الغفلة ما زالت مستولية على القلوب والنفوس؟ ولذلك سماها الله تعالى الحق كما في قوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق. وسمى الموت الأعظم وهو القيامة كما سمعتم في تلاوة القارئ الكريم: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، لأنها هي الحق الذي لا مرية فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والموت حق. والحاقة التاء عند علماء التفسير في قوله تعالى الحاقة تحمل على معنيين: إما المبالغة أي لا حق أكبر منها، وإما تأكيد الوصفية أي أنها إذا جاءت تحقق بها الحق الذي لا يعتريه باطل. تحقيق الوصفية أي أنها لمعنى المعنى الذي فيه يتحقق، كما يقال في المرضع والمرضعة لتحقيق وصف الإرضاع حالة ذلك الفعل. والمبالغة كما يقال في عالم وعلامة، فالتاء ليست للتأنيث ولكن لتحقيق المبالغة في العلم، وكذلك يقال في الحاقة. فإذا هذا هو الحق الذي ينبغي أن نتسابق على فهمه، وأن نتسابق على إدراك آيات الله فيه وما يأتينا فيه من ذكرى من رب العالمين، حتى نكون إن شاء الله عز وجل ممن تذكروا بهذه المواعظ التي تأتي من ربنا. فنسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا وإياكم وأن ينفعنا وإياكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم ميتنا وأن يغفر له ويوسع مدخله وأن يأجر أهله وأن يلحقنا وإياهم بالصالحين. وآخر دعوانا أن